بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويكثر من هذا الدعاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. دعاء عظيم، دعاء مبارك، وجب على كل مسلم أن يواظب عليه ويكثر من قوله في السجود وبعد الصلاة وفي أي موطن من مواطن الدعاء. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله. دقه هو الأشياء الصغيرة، وجله هو الذنب العظيم، أوله وآخره، سره وعلانيته. إذن ما أحوجنا إلى مغفرة الذنوب، ما أحوجنا إلى أن يتوب الله علينا. هذا هو هم كل مسلم ومسعاه وغايته وهدفه، أن يغفر الله له ويتوب عليه. لذا وجب أن نكثر من هذا الدعاء في السجود، وندعو الله عز وجل بقلب خاشع، ونتوب إليه توبة صادقة، ونكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.